هنا مسألة مهمة، أن التكفين يجب أن يكون من مال الميت، هذا الأصل. وكثير من الناس الأحياء، شوف، وكثير من الناس الأحياء يمتنع، طبعا يجب عليه إذا لم يوجد من يبذله، وكثير من الناس الأحياء إذا تطوعت وتبرعت له بثوب لم يقبله، لأن نفسه أبية ويرى أنه كذلك. ولذلك الفقهاء يقولون إن مؤنة التكفين، مؤنة الكفن والطيب وما في حكمه، مؤنة الكفن لأن الطيب ملحق بالكفن، أنه إذا لم يوجد من يبذلها فإنه يجب أن تكون من مال الميت أو من والي من وجبت نفقته عليه. فإن وجد من يبذل مؤنة الكفن مثل الآن المغاسل الموتى الموجودة بحمد الله، فإن الفقهاء يقولون يكره أن يكون مؤنة الكفن من غير ماله، يجوز لكن مكروه. لماذا؟ لأن الكفن لباس للمرء، وكثير من الناس يأبى أن يلبس ثوبا أعطي إياه من باب الصدقة أو الهدية، يريد أن يكون من ماله هو. ولذلك يقول العلماء يستحب أن مؤنة الكفن تكون من مال المرء نفسه. ولذلك أنا أقول لكثير من الإخوة الذين يقومون على التغسيل، احرصوا على أن يكون يباع الكفن، فإذا أريد الشخص أن يموت يقول من أراد أن يشتري، لكي نخرج من كلام الفقهاء من حيث الكراهة، ويبقى التبرع مفتوح. فإن وجد من يتبرع بها فإن الأفضل والأكمل والأتم أن تكون من تركة الميت، لأن المقصود قلنا من أعمال وأفعال الأحكام الجنائز كلها إنما هو احترام الميت، وكما أن الحي يأبى أن يلبس ثوبا تصدق به عليه، فكذلك لو كان ميتا فإنه لا يرضى أن يتصدق عليه، لذلك الأولى أن تكون المؤنة من ماله هو.